ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال ويبقى كل حاجه اكتر من رائعه. احنا كنا بنتكلم على انه احنا النهارده عندنا القمه رقم 18 في خلال 24 سنه، هي تأسيس مجموعة العشرين أو قمة العشرين، معمولة دلوقتي في نيو دلهي، بيشارك فيها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. السؤال بقى دلالة المشاركة، السؤال الثاني أهم الملفات، السؤال الثالث الجراند انترنس بتاع جو بايدن، السؤال الرابع الصين وروسيا، السؤال الخامس يا ترى هيتم هيكلة الصندوق والنادي والبنك ما بين قوسين الدولي، أما النادي فهو نادي باريس. تأثير بقى القمة دي على الأوضاع الاقتصادية السياسية والعالمية، هل هذه القمة في منافسة مع بريكس؟ الله أعلم. كل ده تجيب عليه ضيفتنا العزيزة الكاتبة الصحفية والباحثة المتميزة في الشؤون الدولية الأستاذة هند الضاوي، منورانا. نورك، ميرسي جدا على الاستضافة. الحمد لله كله تمام. نبدأ بدلالة وجود مصر في نيو دلهي. يعني طبعا هي مصر حاليا وده مش جديد عليها، ولكن يعني فكرة الحيوية اللي تميزت بيها في آخر يعني 8 أو 9 سنوات ده خلاها هي القوة الإقليمية الأساسية اللي بيعتمد عليها الدول الكبرى في الساحتين العربية والإقليمية، وبالتالي دائما بيتم يعني الاهتمام بتواجد مصر بشكل كبير في كل المنتديات ويعني الاحتفالات والمنظمات اللي بتنعقد بشكل يعني أساسي ما بين الدول الكبرى. مؤخرا بقى فيه اهتمام كبير جدا بالقارة الإفريقية. إعادة تسويق القارة الإفريقية كان من خلال مصر، وتحديدا من خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي. وقتها اعتمدنا أو كانت البداية لعقد ما يسمى القمة الروسية الإفريقية، وبعدها القمة الإفريقية الصينية، وكذلك الإفريقية الأوروبية. من الآخر اهتمام الدول الكبرى بإفريقيا لأنها الساحة الأساسية والرئيسية اللي بيتم التنافس عليها الآن ما بين الدول الكبرى المحورين، المحور الأوروبي أو الغربي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والمحور الشرقي اللي هو روسيا والصين وحتى الهند. وبالتالي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة لسببين: أهمية مصر كقوة عربية إفريقية مؤثرة ومتوازنة، ودي نقطة مهمة. النقطة الثانية إن إفريقيا الآن هي ساحة من أهم ساحات الصراع والتنافس الدولي ما بين القوى الكبرى، ليس فقط ما بين المحورين ولكن بين دول المحور الواحد. يعني هناك تنافس ما بين الدول الأوروبية على إفريقيا، هذا ما أثر على يعني بعض المتغيرات اللي حصلت مثلا للنفوذ الفرنسي، وهناك تنافس أيضا ما بين دول المحور الآخر اللي هو الصيني والروسي والهندي على إفريقيا. وبالتالي حضور إفريقيا وإشراقها في كل المنتديات الدولية سواء كان البريكس بعض الدول الإفريقية تم ضمها مؤخرا مثلا كمصر وغيرها، وفي مجموعة العشرين، وإعادة الاهتمام مرة أخرى بإفريقيا، وكان مصر لها دور كبير جدا في إعادة يعني أنظار العالم مرة أخرى إلى إفريقيا. طب جرينا خط تحت كلمة قوة اقتصادية وسياسية أهم، ده هنا على مصر، من بين قوسين قلتي ومتوازنة. نوصف متوازنة أو معنى متوازنة. ببساطة أنت عندك ثلاث أو أربع قوى إقليمية في المنطقة العربية بيتم الاهتمام بهم. تقريبا مصر القوة الإقليمية الأكبر من خلال قواتها المسلحة، أجهزتها الأمنية، عدد سكانها، اقتصادها، مجالها الحيوي، مدى تأثيرها في الدول المحيطة، ورغم ذلك لم تتورط في أي صراع داخلي، ورغم ذلك لم يحسب عليها يوما أنها دعمت ميليشيات أو شكلت جماعات أو تدخلت في سيادات دول أخرى. وبالتالي دائما مصر دورها إيجابي في مجالها الحيوي، في محيطها الإفريقي، في محيطها العربي، وهذا ما تحتاجه الدول الكبرى بعكس قوى إقليمية أخرى. طيب في دول إقليمية أخرى لم تتورط في كل ما سبق ذكره، ولكن وصححيني لو انا غلطان، على ما يبدو احيانا تستخدم ورقه الاقتصاد لدى هذه الدول او ورقه الطاقه لدى بعض من هذه الدول كاداه ضغط سياسي. ايضا مصر غير متورطه في ده او لم يسبق لها ان تورطت في مثل هذا العمل؟ لا، مصر عندها يعني
قيم، يعني عندها سمو في التعامل عموما، وده الأمر يتعلق بأنها دولة حضارات يعني تاريخيا، وده نقطة هامة، بالإضافة إلى أن القوة الاقتصادية وحدها ليست كافية لتكون مؤثر في صناعة القرار الإقليمي والدولي، وهذه نقطة هامة. مصر ربما ليست القوة الاقتصادية الأهم في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أننا دولة نامية، هناك دول لديها يعني اقتصادات أعلى نظرا للنفط وغيره. أنا مش الاقتصاد الأكبر، بس أنا عندي أهمية أعلى بكتير. يعني أنت كانت العراق، مصر وسوريا والعراق، لم يتبقى غيرك، وأنت تميزت عن سوريا والعراق بأنك لم تتورط في قضايا خارج حدودك أو مع دول كبرى، وبالتالي أنت الوحيد الذي حافظت على توازنك حتى الآن ولديك دور إيجابي، بالإضافة إلى أن لديك علاقات قوية ومؤثرة مع كل يعني القضايا أو كل محيطك في الدول العربية والإفريقية. هذا مهم، التوازن اللي لعبته مصر. مصر حقيقي يعني حتى يعني تحديدا في آخر 10 سنوات لو شهدنا يعني الصراعات التي تفجرت في كل المنطقة العربية وحتى الآن في إفريقيا مع الانقلابات وغيره، مصر دولة وقورة، وهذا يعني ده تعبيري ان هي وقوره بتتعامل بهدوء. طبعا ده له علاقه بانها دوله مؤسسات، يعني مؤسسات كبيره لديها قدره على استشراف المستقبل القريب والبعيد، ولديها قدره ايضا على وضع تقديرات استراتيجيه جيده جدا. يعني طيب هستأذنك هطلع فاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل بسؤال كالاتي، وهو انه وصفتي افريقيا بانها سوف تكون هي منطقه او اصبح بالفعل منطقه صراع القوى الكبرى، مش بس القطبين ولكن اكثر من قطب، فهيبقى في عندي سؤال مزدوج، اكثر من قطب اللي هم مين؟ وهل هي ارض للصراع ولا هي ارض للمنافسه؟ يعني يتنافسون لكسب ود إفريقيا اقتصاديا وما إلى ذلك، ولا تصبح منطقة وأرض لصراع القوى المتنافسة عليها؟ هستأذن هروح لفاصل ونرجع مرة بعد الفاصل مع الكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الدولية الأستاذة هند الضاوي، استنونا لو سمحتم. أنا من البني أدمين اللي بيحبوا يرغوا مع ضيوفهم في الفواصل علشان أقدر أخد إنسايتس بعيدة عن الهوى قدر الاستطاعة. طيب خليني أجدد الترحيب مرة تانية بضيفتنا العزيزة الكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الدولية الأستاذة هند الضاوي. قلنا إفريقيا منطقة صراع ولا منطقة تنافس؟ ده كان سؤال، واللي سابق على هذا السؤال القوى الدولية أو الأقطاب الدولية، زمان كان شرق وغرب، دلوقتي على ما يبدو شرق غرب جنوب، وما بقتش برضو بتتحسب بالطريقة دي. أولا هي يعني قادة أفريقيا حاليا يرقصون على رؤوس الثعابين، بمعنى أنت هتحدد هي منطقة تنافس، يعني هيبقى في علاقات وفي تنوع شراكات وفي استفادة متبادلة، ولا قراراتك هتؤدي في النهاية للتخندق مع إحدى القوى أو إحدى المحاور وبالتالي هتدفع الضريبة زي ما حصل في منطقة الشام مثلا. ففكرة هي هتكون ساحة صراع ولا ساحة تنافس أنت اللي هتحددها، إزاي هتقدر تحقق مصالحك دون التخندق مع أي طرف واستفزاز الآخر، لأن أنت في النهاية كإفريقيا ساحة أخوة يسهل تفجيرها بكل بساطة. النقطة الثانية اللي حضرتك سألت فيها صراع ولا منطقة تنافس، يعني هل هتبقى ساحة لصراع القوى الدولية؟ مين القوى؟ لا سألتني مين القوى؟ ومين القوى طبعا. طيب احنا اتكلمنا ان تنافس او صراع دي انت اللي هتحددها. هي حتى الآن بدأت ملامح الصراع، ومتى بدأت بالضبط؟ يعني مع بداية فشل الهجوم المضاد في أوكرانيا. تعلم أن الصراع في أوكرانيا ما بين الأطلسي وما بين روسيا طبعا. وصلنا لمرحلة أن روسيا حافظت على يعني تقدم ملموس، فشل الهجوم المضاد في بدايته، حصل مشكلة فاغنر، وبالتالي وصلنا لمرحلة خطيرة أن لو حصل تصعيد للصراع أو صعود بشكل كبير للصراع في المرحلة الحالية قد يتم استخدام النووي. هذا الشيء الوحيد الذي يتفق عليه روسي والأطلسي وهو عدم استخدام النووي، لأن معنى ذلك نهاية القوتين ودمار العالم، وبالتالي بدأ الصراع يرتد على أفريقيا في مناطق النفوذ. من أهم أسباب حرب أوكرانيا بصرف النظر عن مين المسؤول هو شد أطراف روسيا على حدودها لتفقد ما حققته منذ عام 2015، هو عام تدخلها في سوريا، مشروع ما يسمى بطرس الأكبر للوصول إلى المياه الدافئة والتمدد نحو إفريقيا. فالمعسكر الآخر عمل خطة إنه هو روسيا
تقي أو يعني تتورط في حرب أو تشن حرب لحماية مجالها الحيوي على أوكرانيا، فبالتالي تبدأ في مرحلة أنها تفقد توازنها. هذا ما خطط له الجانب الآخر قد لا يحدث، وهي أنها تتشتت ما بين جبهة أوكرانيا التي يمكن أن تتمدد للدول الأخرى، وما بين مناطق نفوذها بقى اللي هي روسيا، ليبيا، السودان، جنوب أفريقيا، يعني هذه المنطقة. الموضوع ما بقاش أطلسي أو ما بقاش غرب المفهوم الأكبر يعني، وما بقاش روسيا، الموضوع كله في أفريقيا. مؤخرا الملاحظ أن هناك تقلص للنفوذ الروسي الفرنسي. كلنا متفقين عليه. البعض بشكل يعني كمسلمات قال أن ده بيصب في صالح روسي. أنا أختلف مع هذا الأمر. لماذا؟ لأن فرنسا كانت تشرف وتدير أفريقيا بناء على عطاء أمريكي بعد الحرب العالمية الثانية. أصبحت أمريكا هي القطب الأعظم في العالم، وبالتالي بدأت في توزيع كعكتها على حلفائها من القارة العجوز. كانت أفريقيا من نصيب فرنسا بحكم أنها دولة كانت يعني مستعمرة هذه المنطقة وقادرة على إدارتها. فرنسا أخفقت في مرحلة ما، وبالتالي أدى ذلك لتمدد النفوذ الفرنسي الروسي والصيني. بدأت أمريكا وبعد حرب أوكرانيا تعيد رسم خارطة نفوذها، وتحديدا في الشرق الأوسط، مربع الشام أو دول الشام، وفي إفريقيا. وبالتالي تقلص النفوذ الفرنسي حاليا ناتج عن صراع في الأساس ما بين أمريكا وما بين فرنسا، بدأ في عهد دونالد ترامب حينما تدخل التركي في ليبيا لضرب النفوذ الفرنسي قبل ضرب النفوذ الروسي. وبالتالي الأمر معقد بشكل كبير جدا، لأن القوى كلها تتصارع مع بعضها البعض على النفوذ. لا يعني أننا في محور واحد نحارب محور آخر، أننا نتفق على نفس المبادئ ولدينا تفاهمات على تقسيم الكعكة. فبالتالي أنا أعتقد أن أفريقيا مهددة بشكل كبير ولديها فرص ذهبية، لأن الكل الآن يحاول خطب ودها، إقامة شراكات كبيرة معها، تنوع الشراكات. الحل الأمثل أن يكون هناك وفقا للاتحاد الإفريقي منظومة اقتصادية يتم التوافق عليها ما بين الدول الإفريقية، آلية للعمل والشراكات الاقتصادية مع الدول الكبرى يلتزم بها الجميع. ولكن إذا ذهبت كل دولة يعني مع نفسها لعقد شراكات، قد يؤدي ذلك للإضرار بإفريقيا بشكل عام في ظل صراع النفوذ وارتداد الحرب الأوكرانية على إفريقيا. طب أنا هسرق دقيقتين عشان زمايلي عايزين نختم، بس أنا هسرق دقيقتين معلش، أنا هاجي على كريم رمزي النهاردة. زمان أكيد عارف أكتر مني أنه الهند كان ليها تواجد كثيف في إفريقيا، وتحديدا في منطقة الوسط الإفريقي وأيضا في الجنوب الإفريقي. تضاءل هذا التواجد لأسباب عدة، جزء منها كان حركات التحرر الإفريقي، جزء منها أنواع مختلفة من الحكم فترة الثمانينات إلى آخره، فتضاءل هذا التواجد الهندي. حل محله على طول تواجد صيني نجم عن أنه يحصل تدفقات رأسمالية من الصين إلى إفريقيا، وبالتالي أصبحت الصين لها نفوذ واسع داخل إفريقيا. السؤال بقى بقمة نيو دلهي، ده معناه عودة الهند كلاعب رئيسي داخل إفريقيا، وهذا التنافس هيصب في صالح الأفارقة ولا يصب في صالح اللاعبين الكبار كما جرت العادة؟ يبدو أن الهند اتخذت القرار، غيرت اسم الدولة لبهارات، وهي بهارات. الإمبراطور اللي توسع وكان يعني وصل لمرحلة من النفوذ لم يسبق لها مثيل في الهند ولم تأتي بعد، وهذا إن دل له يعني مدلول سياسي بأن الهند اتخذت القرار. الهند اليوم في نيودلهي أعلنت عن مشروع في غاية الأهمية، وهو الربط البحري ما بين دول الخليجية وما بين الهند وما بين أوروبا. بين قوسين المشروع ده يشبه ويتقاطع مع طريق الحرير، وبالتالي لا يعني أعقد أمال كثيرة على هذه القمة لأن الروسي والصيني لم يحضروا. هل ستنجح الهند بالفعل في ما ترغب له؟ يعني أشكك، لسبب، لأنه هذا حدث بدعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الصيني. ولكن إذا ضعف الصيني، هل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية للهند بالعودة لسابق عداء؟ أنا أشكك في ذلك، وبالتالي أعتقد هي إدارة فقط لي يعني الدول التي هي ليست الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الكل يستخدم الدول الأخرى كالهند وغيرها في تمرير أو إيقاف بعض المشروعات التي تتعارض مع مصالحه. الوضع الاقتصادي معقد والسياسي أكثر تعقيدا والأمني أكثر وأكثر، وبالتالي ليس لدينا إلا حسن استغلال الفرص وعدم التورط مع أي محور من المحاور، لأن الكل يبحث عن مصالحه ليس عن مصالحك ولا مصالح إفريقيا.
أنا عايز أشكرك جدا قوي خالص على تحليل بقدر ما هو أكثر اختلافا بقدر ما هو أكثر دقة وصوابية. أنا بشكرك جدا جدا جدا، كل الشكر ليك. أنا بشكرك على الاستضافة. مرسي. أنا اللي أشكرك، أتمنى أن يعني تلبي دعوتنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة، أرجو ذلك. كل الشكر للكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الدولية الأستاذة هند الضاوي. إلقاء الضوء على ما يحدث في الهند الآن في نيو دلهي ما كانش ينفع يبقى مكتمل من غير ما نبقى فاهمين التدخلات الدولية، ما كانش هيبقى نافع من غير ما نبقى فاهم حجم التنافسية اقتصاديا وسياسيا. زي ما كنت كده هرجع أقول لكم، اقروا تاني كارل ماركس في الاقتصاد السياسي، دي حدوتة هتروى. معلش عندكم مذيع أحمر فاستحملوني شوية. خلصت الحلقة لحد كده. كريم رمزي واقف يرتدي كرافات غاية في الشياكة داخل كريم وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.